أهلا بيكم مرة تانية، ولسه مكملين مع صناع العرض المسرحي أليس في بلاد العجايب. خليني أسألك أستاذ محسن، العرض تكلف قد إيه؟ يعني ديكور مبهر، جرافيكس، استخدمت تقنيات كتير، يمكن تقول العنصر البشري كان أهم عنصر استخدمته في العرض ده، الديكور برضو، الكوستيمز، الملابس حلوة قوي، تقريبا التكلفة بتبقى قد إيه؟ لا، هي كتكلفه ماديه الحمد لله رب العالمين احنا ما عندناش 700,000 جنيه كعرض باكمله باجوره بكل الحاجات، وده رقم في المسرح انتاجيا يعني لا يذكر يعني اصلا. يعني و41 ليله عرض، ايرادات 1,000,000 جنيه، ايرادات مليون، فاحنا الحمد لله يعني عدينا طالعين معادله عدينا عظيمه الحقيقه. بفضل الله يعني بفضل الله الحمد عايزين نعممها بقى كمان. يا رب يا رب. انا بس كمان عايز اشكر اللي بيصدق التجربه، يعني انا معانا مدير عام اسمه الاستاذ وليد طه، شيء راقي جدا، حد مصدق التجربه. هو ازاي اصلا رحتوا مسرح البالون؟ هل ده اختيار ولا والله تم انا تحويلكم لا على انا في المسرح؟ التجربتين يعني اتبلغنا ان احنا نعمل العرض، طلب مننا ان احنا نعمل العرض، واللي طلب مني الاستاذ وليد طه اللي هو مدير عام فرقه تحت 18، اللي انا بشكره بجد جدا لانه اول مره اشوف حد من المديرين غيور على شغله وغيور على بلده وغيور على فنه، وبجد عايز يعمل حاجه متميزه. واقف معانا جامد جدا، وعلى الرغم جداً ان في معوقات شديده جدا، معوقات كبيره جدا، دي خاصه بسيستم يعني، لكن هو بصراحه يعني باذل مجهود معانا لغايه دلوقتي، ومصر ان التجربه تستمر وتنجح وما تتوقفش. لا، هتستمر وهتنجح. مروة، يمكن قلتوا انه سنو وايت، فكرتك أليس اخترتوها ازاي وليه؟ مع ان كنا بنقول ان هي فعلا من اصعب الكاركترز، من اصعب الشخصيات، من اصعب الافلام من ناحيه التقنيات، الديكور، اللبس، الشخصيه نفسها. هو محسن اختار أليس بعد كده لانه هو شايف ان هي فيها صعوبه كتيره جدا، صعوبه في التمثيل وصعوبه في الاخراج، هي صعوبه في الاثنين، هي شخصيه مش بسيطه وبيحصل لها حاجات كتير ومليانه اخراج كتير ومليانه ابهار كتير، وانها طلبنا في مسرح البالون، فهو شاف ان هو انسب حاجه في مسرح البالون انه يعمل عرض تقيل مبهر يعرف يستخدم فيها كل يعني كل العناصر الموجوده في المسرح، حتى هو استخدم الحفره يعني هو ما سابش محسن مفيش حاجه تفصيله. فهو يعني اكتر شخصيه صعبه في الحواديت هي أليس. بعديها الشخصيه اللي احنا نعملها لوحدنا قبل ما نتكلم على الشخصيه اللي جايه، يمكن العرض المبهر ده بتذكره اعتقد ريزن، لو اعتقد بسعر مناسب تذكره 30 جنيه 50 جنيه 75 و100 جنيه اعلى تذكره ب 100 جنيه، وحتى 100 جنيه دي ما تعتبرش يعني، ده السينما بتبقى تقريبا على الاقل انت 100 جنيه وبتروح تتفرج على الحاجه لايف، فهي ما تعتبرش. والعرض مدته قد ايه؟ العرض مدته ساعه 35 دقيقه تقريبا، ده يعني بصراحه كل عوامل مساعدة جدا. سنو وايت، أليس، ماشيين ازاي بقى؟ ايه الخطوة اللي جاية؟ رابنزل ان شاء الله. رابنزل ان شاء الله. تختاروا حاجات صعبة. يعني احنا كنا مختارين حاجة تانية. اقول ولا ايه؟ اقول. كنا مختارين الجميلة والوحش. بيوتي اند بيست. بس احنا لقينا ان رابنزل اصعب. اصعب طبعا. فاحنا قلنا ناخد كل الصعب الاول. نخشوا بالصعب. فمحسن قال لا هنعمل رابنزل علشان يعني بعد تحدي أليس مش عايزين نروح لحاجه بسيطه. فاخترنا ان احنا نختار رابنزل لانه بس احنا مستمرين في أليس يعني. أليس مستمرين فيها لسه العروض. ما هي الحاجه بتاخد وقتها يعني. احنا من دلوقتي بنحضر لرابنزل. احنا قعدنا نحضر لأليس 10 شهور واحنا بنعرض سنو وايت. واحنا بنعرض سنو وايت، فاحنا دلوقتي هنعرض أليس لغايه ما يعني ما تخلص تحضيرات رابنزل. بالظبط كده. بس اتمنى ان كل اسر مصر وكل الاطفال في مصر يجوا يتفرجوا على العرض لسبب واحد، ان مجموعة العمل كاملة، فنيين، عمال، فنانين، إداريين، كل دول لغاية دلوقتي ما خدوش ولا مليم. احنا شغالين من 10 شهور. احنا جبنا المليون وما خدناش ولا مليم. فاللي بيخلينا احنا نشتغل بجد هو الجمهور اللي بيجي، ان صالة العرض فيها 900 كرسي ولا 950 كرسي تبقى مليانة. فالهدف هنا بقى هدف بس ورسالة بجد. سايبه صدى قوي جدا وصدى حلو ودي اهم حاجه. انا عايزه اقول لك انا اول ما دخلت المسرح انا اترعبت
اترعبت لما شفت الصاله قد ايه، قلت يعني يا وعلى رب طول يا ويا رب رب على تتملي طول. نصها، يعني انا مش مصدقه ان المسرح كله ممكن يتملي. واتمنى فالحمد لله فعلا. عايزه الحمد اسالكم لله. بسرعه عن هو في مشاريعكم. حاجه بس، اتفضل. ان وزاره الثقافه المفروض ان هي لا تهدف الى الربح، صح؟ احنا عملنا في 40 ليله مليون مليون جنيه جنيه وده رقم كبير جدا وزاره الثقافه، بس المفروض ان احنا بنقدم في الاصل خدمه ثقافيه. احنا يهمنا اكتر من عدد الرواد، هم اللي أكتر. يبقوا اكتر من كده. سعر التذكره احنا مش بنحدده، يعني اه لا هم طبعا لو الدولة، قالوا بس انا كنت قصدي ان انا اقول انه قد ايه العمل محترم وقد ايه سعر التذكرة في في المتناول المتناول جدا بالظبط. يعني احنا حقيقي. وهنا الايرادات بتعبر عن حاجه تانية، بتعبر عن قيمه الفن، ان في مسرح دوله ده يثبت اصل دي ايكوال، الايرادات دي ايكوال ان ده عمل جيد. بالظبط. اذا الاسره والاطفال تنزل من بيتها وتيجي تتفرج انت عندك هنا. تحديات كتير، مسرح دوله، اطفال، عدم ثقه طبعا للاسف طبعا الشديد في المنتج من الناحيه دي. احنا بنعمل ثقافه من اول وجديد وفي للطفل. موسم مدارس. موسم مدارس. طب انا عايزه اعرف بسرعه مشاريعكم، قولوا لي مكملين مع استاذ محسن طبعا. ولا استاذ ايه؟ محسن بقى اول. قولي يا استاذ محمد بتعمل ايه؟ احنا بقى لنا سنه، ايه؟ انا بقى لي سنه بالظبط في اليس، يعني احنا من شهر 10 وعلى رابنزل بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بقى استاذ محسن ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش عارف. قول يا استاذ حسن. يا ربنا كريم، احنا مكملين بقى لسه. انا على فكره الاستاذ حسن الشريف، عشان بس المعلومه، ابن الاستاذ الفنان القدير رحمه الله عليه الاستاذ علي الشريف الله يرحمه. يا استاذ حسن الشريف طبعا طبعا، دي معلومه لازم نكون طبعا عارفينها. اهلا بيك. يعني انا كنت برضو بحلم، يعني بخرج فبحلم ان انا كنت اعمل برضو اعمال شبه اللي بتقام في البرودواي، وخصوصا ان مسرح البالون مسرح خشبته واسعه جدا جدا. نفس اللي عمله الاستاذ محسن في اليس، ازاي يملى الفراغ المسرح الضخم جدا ده بشكل مبهر يخلي الناس منتبهه طول الوقت. انا حابب اعمل كده، بس انا بحب يعني بحب ان احنا اشتغل علينا اكتر على حاجات مصري، حواديت مصري شعبية. بس مولي طموحك ايه؟ بتعملي ايه؟ انا طالبة في المعهد فنون مسرحية سنة تانية لسه، والتحقت بورشة استاذ خالد جلال مركز الابداع في الاوبرا، و وشك نسعى جدا. ها؟ وشك فاميليا جدا. وكنت عامله برنامج كده في رمضان اللي قبل اللي فات، مقالب اسمه عايزه اتجوز. بطمح ان طبعا مبسوطه بالتجربه دي جدا، اولا ان هي للاطفال، ثانيا ان انا اتعرفت على ناس كويسه جدا وبجد بتحب فنها وبتخلص لفنها بجد، مش يعني طالعه تعمل اي حاجه وخلاص، لا فاهمين هم بيعملوا ايه وعارفين كويس. فاتبسطت جدا انسانيا بقى، هم موضوع تاني خالص يعني كلهم بصراحه، استاذ محسن واستاذه مروه وكل الكاست بصراحه فريندلي لدرجه ان انت بتبقي عايزه يعني ما تروحيش من كتر ما هم كويسين يعني. اكيد هنتابعكم. بس استاذ محسن اخيرا سؤال اخير، ممكن المسرحيه دي تتصور تلفزيون وتتعرض؟ والله دي رساله، هو انا رساله بوجهها للمسؤولين في وزاره الثقافه. احنا طالبنا في عرض، انا الرئيس، ان الروايه تتصور ما تصورتش، طالبنا سنو وايت تتصور ما تصورتش. لما جت لي الاستاذه القديره الفنانه الجميله استاذ دكتور ايناس عبد الدين وزير الثقافه، وعدتني قالت لي هتتصور ان شاء الله، فانا على الهوا اهوت بقول لها يا دكتور ان شاء الله يا رب مستنين تتصور، مستنيين اليس تتصور. واحنا اكيد بنطلب يعني من دكتوره ايناس وهي فنانه انه هذا العرض يتصور، لانه عرض محترم، لانه عرض بيخاطب بيخاطب عقل طفل، صورة مبهرة، الجودة مبهرة، الإيرادات بتتكلم عن نفسها، مليون جنيه في 40 ليلة من مسرح دولة. الحقيقة أنه العرض محترم، ببارك لكم، العرض محترم، العرض مكتمل، العرض فيه كل حاجة، العرض مبهر. أليس إن وندرلاند، أليس في بلاد العجايب، أنا يمكن حريصة أن أنا أقول لحضراتكم روحوا اتفرجوا عليه في مسرح البالون. وبشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا، ويا رب كل نجاح لأليس ونجاح أكبر وأكبر لرابنزل وسلسلة المسرحيات القادمة. خلوني يعني أشكركم. ممكن قبل ما نمشي نقول لهم بس
يا ريت تيجوا تتفرجوا علينا. ما انا قلت يعني بس كلنا تاني. كلنا يعني كل الاسره تيجي تتفرج علينا هتتبسطوا. بشكرك شكرا جزيلا الفنان محمد عمر، الفنان حسن الشريف، الفنانه بسمة ماهر، المخرج ومؤلف العمل الاستاذ محسن رزق، والفنانه مروه عبد المنعم. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء.